بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنا الليلة سعيد ومبسوط جدا بتكلم من داخل أم درمان الواحة مربع 7، مدرستنا مدرسة الواحة الابتدائية والمتوسطة، ومعاي كل الأسر والأهالي، وبمبادرة طيبة من الهلال الأحمر السوداني الليلة إن شاء الله عملنا الختان بالنسبة لي أولادنا وأحبابنا الصغار. تعال تعال يا عريس، تعال، خايف مالك انت بتبكي؟ تاني ما في بيك إن شاء الله، البلد دي تاني إن شاء الله ما فيها بيك، إن شاء الله كل حياتنا تمشي، كل الطيور المهاجرة إن شاء الله تجي وتمارس حياتها الطبيعية. نحن بلد بإذن الله تعالى ما بينتهي بإذن الله تعالى إلا ما أراد لنا الله سبحانه وتعالى. أنا دي رسالة الأطفال الصغار ديل إن شاء الله يعيشوا أيام أحسن من أيامنا، وما يشوفوا أصلا الشفناه ونحن الشافوا الكبار الصغار ما يشوفوه. الناس تجي وتواصل حياتها، أنت تتزلى وتتهان في بلدك أفضل مما تتزلى وتتهان في بلد الغير. أنا دي رسالة بوجهها لكل طائر من الطيور الغادرة بلدها، نقول لهم بلادك حلوة أرجع ليها، دار الغربة ما بترحم. نحن إن شاء الله مواصلين حياتنا وعايشين حياتنا، وإن شاء الله بلدنا ما بلد بيموت فيها زول من جوع. نحن بلد الخير، نحن بلد الكرم، ده الشيء ربونا عليه وأهلنا وأجدادنا، وإن شاء الله أولادنا اللي عملنا لهم الختان الليلة ديل إن شاء الله يشوفوا أيام أحسن، يكبروا ويقروا في مدارسهم، وإن شاء الله يزودوا عن بلدهم وبلادنا. يا رب العالم يا رب العالمين دائما في خير. شكرا لجمعية الهلال الأحمر السوداني، شكرا لكل الحضور. أبشروا يا أولاد، أبشروا 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 أبشروا.